السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخوان الكرام، مرحبا بكم في ميدان كيت دياغنوستيك مراكش في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو غادي نوجهو واحد رسالة شكر للجميع. قربنا من 4000 ساعة المشاهدة، شكرا شكرا جزيلا، زعما الله يجزيكم بخير. قربت لذاك الهدف ديال 4000 ساعة، كان قاصح شي شوية ولكن شي بس ماكين آنية. شوف الصورة تتبان مزيان. المهم حنا كيما قلنا وقت ما وصل الخير كفاء، ماشي بالضرورة ان انا نوصل ديك 4000 ساعة، ولكن ما وصلنا شي بس ما كاين، الحمد لله لو وصلنا. المهم نقلب دابا، لقيت شي هانتوما نشارك معكم كاع سيتي اش كاين. زكا زكا اش مكليتي نشارك معكم وشنو كاين. فين هي استوديو يوتيوب؟ استوديو يوتيوب. جيت نقلب اليوم شحال العدد ديال المشاهدات اللي وصل تقريبا. هاي لاشين شتو هاي ميكانيك دياغنوستيك مراكش لابتاسي. مول هاد الكومنتار فينا هو باقي مجاوبتوش، واحد الكومنتار بان ليا هو سيدي فينا، واحد الكومنتار بان ليا هذا سي موتيف وورد، وقيلا 17 ساعة بغيت نجاوبك اخويا. انا غادي نجاوبك ان شاء الله في كومنتار واصل، ما توقفش نحتاجوك اخويا. الله يحفظك بارك الله فيك، انا ان شاء الله بيحولي لي داكشي علاش نقد. الله اخويا لن ابخل عليكم بشيء، شي انا عارف لي علاش موصلني الله سبحانه الا هو في المعلومات ديالو، ولا غادي نبارطاجي معاكم. شكرا على الكومونتير التحفيزي. السلام عليكم خويا، واش هاد الاوديس فيه شيما الكتريك؟ لا خويا، الشيما هو تيعطيك بعض الشيما ديالو، هو ما فيهش، هو لا بوتي شيما 100%. ها فين كاينه خويا؟ ها الشيما فين كاينه؟ هنا ها هي شتا، هو مشيت لها كاع لقيتها كنت ديجا حلو. يا شتا هما لي شيما الكتريك، شتي هما هادي شي شيما ديالاش، هادي بورت فيزيبل ديالاش ديال البولو، هادي هما لي شيما هادو خويا كاينين في الالزاوين. راه الا مشيتي معانا في الفيديوهات، دخلتي في الفيديوهات غادي تلقى خويا في الالزاوين. الالزاوين كنت شارحها في الفيديوهات، باقي غنشرح عليها ان شاء الله. شتي راه كاع فيها كاع لي شيما من تق تق تل. السلام عليكم، من أ إلى زد، هادي هي منين تلقاو الشيما إلكتريك. السلام خويا، ميرسي على المجهودات ديالك خويا حاتم. هو حاتم خويا حاتم، شكرا جزيلا على الكومونتير. وبزاف بزاف ديال الناس تبارك الله، راه الناس الله يجزيهم بخير. انت شوف شنو كاين فيرمي، بزاف بزاف الحمد لله بوزيتيف داكشي واصل. السلام عليكم خويا، هضر بالعربية صاحبي، هاد اللغة ما مشرفاناش حنا المغاربة، المغاربة نهضرو بيها. قيلا راه جاوبتك، الله يبارك راك ير بالتوفيق. واش الأوديس نسخة اللي راك تخدم بيها؟ راه جاوبتو، جزاك الله خيرا. المعلومات غير واضحة، فاش اخويا المعلومات غير واضحة؟ هاد السيد هذا معلومات غير واضحة اخويا، الناس انت تتشوف انت اخويا الله يرحم لك الوالدين جماعة، هاد الناس كاع واضحين عندهم. ونوضح لخويا غير قول لي اش معلومة واضحة اش ليك، ونوضح لخويا والله ما كاينش مشكل والله بقلبي. بعض المرات تعطيني نفعل مع بعض الناس، بحال واحد ما كيف قال لي حتى واش ما عرفت، المهم قال شي هضره ماشي هي هاديك، وانا نفعل عرفتي اخويا. واحد المجهود ماشي بيت نمن عليك ولا شي، هو راه كاين واحد الليله تيكون واحد المجهود بالله باش انك تصور فيديو وتكون طوم. كاين اكيد اللي ما تيبغيش تصور ليه فيديو على طوموبيل، والله حتى كاين اللي ما تبغيش تصور ليه فيديو على طوموبيل، ما خطرش تقول لي لا. وراه كاين اغلبيه الفيديوهات تنصورها مع تنجي تنكومونت عليهم، عاد تنجي تندير لهم تنعاود الصوت معاهم. والله العظيم ما شاء الله صافي، الله المستعان. المهم انا تنتقبل كل شيء، تنتقبل اي مساله تنتقبلها، سواء كانت ما من حق الانسان يقول لي باي، راه هو تحس بواحد شويه ديال ماشي بقى فيه الحال ملي تلقى انت تكون تدير مجهود على نيتك وتتلقى. وراه ما تنطلب من حتى واحد لي بارطاجي معايا لي يدير معايا جيم ولا
فهمتي؟ تنقول فيما وصلنا الله غادي نوصل بخصوص لاشين. انا خدام خدام، الا كنت عاجبني باش نفيد الناس راه تنفيدهم، ما كانش اخو راه. وفي من نلوح الفيديوهات يوميا، اللي تنقول لا ما كانش عاجب فيها المحتوى اللي يفيد الناس ويستافد، ربما يشوفهم شي قد ما عندي لاش نبارطاجي. هذا من جهه. واش كاين عندك كونتور ديال الميغان؟ كاين اخويا. السلام فين اخويا؟ عندك المحل في مراكش خويا؟ المحل في مراكش دابا حاليا تنجهزو واحد المحيط ستينا الاولاني كان في محمد سعود، ودابا تنجهزو واحد المحيط ان شاء الله. هاد السيد هذا راه المتتبعين الاوفياء، هاد رشيد، هذا رشيد الله يعمر عمره، المتتبعين الاوفياء. سيجي تحية خويا رشيد وخويا هشام اللي في كازا، حتى هو حتى هو دير الدياغنوستيك، مشيت عندو كاع الكازا وقف معايا بشي لعيبات الله يجزيه بخير. المهم شكرا السيد هذا، حتى هو السعداوي، السعداوي وايد اللي ما كنتيش نجاوب على الكومنتات، كون الكومنتات زايدين شي شوية اللي ما جاوبتوش يري سامحني. قلنا ونشوفو شحال ساعة وصلنا كلشي، نزول مونيتيزاسيون. انت قال لك اسيدي، قال لك باقي لاشين ما وصلتش المونيتيزاسيون، وصلت فيها 2022 ساعة، خصني نوصل 4000 ساعة. 2000 عندي 2110 مشترك الحمد لله، وشكرا لكل واحد بسميتو في هاد المشتركين هادو، كل واحد بسميتو تنشكرو في هاد المشتركين هادو. زعما الله يجازيك بخير حيتاش انت كاين معانا وحيتاش داعمنا بهداك الابوني ديالك. ورا وصلت 2022 ساعة، قريب 4000، غادي نوصلوها ان شاء الله بحول الله. وانا ما تنقولش ديك المسألة، راه ما عمرك تلقى عندي ديك المسألة تاع كي كان تيجير واحد، ما عرفش نذكر الاسم ديال واحد السيد بين 6 لاشين الى ما وصلتهاش 3 لاشين ما قيدي ندير بيها، راه بغا يدوزو فلوس للاعمال الخيرية، عرفتي؟ زعما كاين هادشي شي هضرة كي ما عرفت اخر هي المولى. وصلتها والله شهيد عليا 4000 ساعة، و هداك موصلتهاش ما عنديش الإشكال. أي دونت هاف إني بروبليم، ما كاينش الإشكال. المهم هاديك الرحمة للوالدي اللي تنحت عليها هي المهمة عندي، حسيتي براسك استفدتي معايا بشي حاجة، رحمة للوالدين تكفيني. صافي هادشي اللي كاين في هاد لاشين هادي. المسألة الأخرى المتتبعين الكرام، بغيت تسولني شي حاجة في الواتساب والله سيدي نراس نجاوبك، غير بحال هاد الوقيتة هادي مثلا بالليل تجيني شوية تكون مريح في مريح قاعد، توصلني ميساج وتنحشم ما نجاوبش عليه، الصباح صيفط ليا نجاوب خويا، بالليل تيكون شوية ما عرفتي تجي بنادم العيان مسائل بغيت تريح شوية، بغيت فهمتي كيفاش، بغيت تصور شي فيديو بحال هكا تجي قاصح واحد شوية. هاد الفيديو ما غاديش نكملو في داكشي اللي بغيت ندير دابا، هذا المهم هي لاشين، هي داكشي اللي عطا الله هو شاركته معكم. الفيديو الاخر هو فين بنشارك ان شاء الله بحول الله المشاكل ديال الموتور انسيس تي دي اي في الفولكس فاجن، مشاكل طبعا مني واحد السيد وما نسيتهاش، غادي داكشي على حساب شنو وصلوني المعلومات ديالي بالنسبه لي، حيتاش نخدمو بزاف نخدم فيه بزاف. غادي نمشي دابا غادي نكمل هاد الانسيد هاد الفيديو هذا وندوز للفيديو الاخر هو ديال المشاكل. ها هو حطو هنايا، ها هو فين هو، ها هو الموتور شتيه، هذا هو الموتور الانسيست، هذا في الغرف سات يكون راك في الغرف سات انسيس، نفس المشاكل اللي كاينين في الغرف سات هما اللي كاينين في المشاكل اللي كاينين في الغرف سيس نيت في الموتور انسيس. الانسيس جا باش عوض الانف، غير هو الانسيس فيه المشاكل الانف بزاف. هو بويس، المهم نخليوها للفيديو الاخر، انا غادي ندوي عليه في الفيديو الاخر، غادي نسد هذا الفيديو هذا نكملو كما العاده. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ورحمة بالوالدين، رحمة للوالدين تكفيني وتغنيني عن أي شيء. وشكرا على التعليقات الجميلة البناءة، وشكرا على التعليقات اللي خويا معي أنت بكل فرح نتقبل الانتقاد ديالك، غير ما تقيسني في شي لعيبات أنت ما عرفتش، ربما داك الشتم وكل لعيبات يكون شوية ما نقدرش نجاوب معاك في هاد المسائل هادو، فهمتي كيفاش؟ ما عجبتكش عادي، قدر فهمتي كيفاش، قدر تنحاول ما امكن اني نكون مفيد للناس، ولكن ربما نكون انا ما لبيتش دوك الحاجيات ديالك انت اللي شوف دوز صافي، ما داعي لانك تشتم المسائل، ما عرفتش نقدر نتفاعل وتنخاف نفاعل ونعاود نبدا نتعاطى مع بنادم حشومه عيب ما جاتش. العموم شكرا للجميع، شكرا جزيلا للمسانده.
انا نلقاكم في الفيديو الاخر، بكون تابع هذا ان شاء الله بحول الله. شكرا، السلام عليكم.